إذا للحديث عن الأزمة التي يعيشها الطالب العراقي مع دخول العام الدراسي الجديد في ظل فشل حكومي مستمر منذ عام 2003 وحتى الآن، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور حياكم الله. المدارس تعاني الاكتظاظ، هناك نقص حاد بالمستلزمات المدرسية، المدرسون يعانون أزمة رواتب وسوء معاملة، طبعا من جانبها وزارة التخطيط تؤكد حرمان مليون طفل من خدمات التعليم. دكتور، إذا كان السوداني يعترف أن مخصصات التعليم قد ضاعت بين اللجان والفساد، ألا يعد تصريح السوداني إدانة مباشرة له وأيضا لحكومته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وكفى والصلاة والسلام على المعلم الأوقى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعليم في العراق مستهدف كحلقة أساسية من حلقات التقدم العلمي لأي بلد. التجهيل المتعمد هو سياسة متبعة تبعت الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات التي أتت بعدها، لأنه هذه محاربة علنية. الشيء الآخر، عندما نتحدث عن التعليم، التعليم هو حقيقة مصدر من مصادر بناء المجتمع والارتقاء به من مستوى إلى مستوى متقدم، لكي أولا يتلائم مع متطلبات الحياة العصرية، اثنين يكون جيل قادر على تحمل المسؤولية، ثلاثة أن يواكب التطور العلمي في العالم للبناء العلمي وفي البلد وتطوير البلد وتطوير إمكانياته. هذا الهدف ليس من أهداف حكومات الاحتلال التي توالت على العراق منذ 2003 ولحد الآن، ولا ننسى بأن المحتل الأمريكي أتى أصلا ليدمر البناء العلمي في العراق. وبالتالي هذه الأدوات التي استخدمت في تدمير العملية التعليمية، سواء كان بالتعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي أو الجامعات أو التعليم العالي وما إلى ذلك، هذا هدم منظم. الشيء الثاني، عندما يكون الفساد هو السمة البارزة والواضحة في كل مقاطع الدولة، إذا التعليم والتربية سوف تكون هي الجزء الأكبر وهو الأكثر تدميرا بالمناسبة. يعني نتحدث أن كل البناء المادي ممكن تعيده، البناء الآخر يمكن الصناعة ممكن أنه يتلكى ولكن ممكن أن يعاد، لكن هدم الإنسان وتجهيل المجتمع وحرمان أعداد كبيرة، ترى العدد المليون الآن من هذا العدد يصل إلى 6 مليون حسب تصاريح وإحصائيات دقيقة من العدد الأميين في من الجيل اللي يجب أن يلتحق بالمدارس يربو على 6 مليون. إذا نحن نتكلم عن 20% من السكان من سكان العراق هم أميون، وهذا ال 6 مليون تقسم على العمر العامل الفاعل اللي هو ما بين سن 20 إلى سن 50، هؤلاء سوف يكونون جهلة. طيب دكتور، فبالتالي الاعتراف بأنه العملية التعليمية ضاعت ما بين هذا وهذا، وإن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. يعني ماذا فعلتم لتجاوز هذه الحالة ولمحاسبة الفاسدين؟ إذا كان الخطأ مؤشر ولا توجد نية لتصحيح هذا الخطأ، فإذا هذه النية مبيتة. طيب دكتور، شهد العراق في السنوات الأخيرة خاصة بعد 2003 انتشار المدارس الأهلية، أريد أن أخذ رأيكم في هذا المجال، هل المدارس الأهلية تقوم بدور حقيقي وفاعل في التعليم، خاصة أن هناك عزوفا من لدن الطلاب وأهاليهم على دخول المدارس الحكومية؟ قضية أخي، الإجبار الولي الأمر عندما يجد أنه المدارس الحكومية، أولا المدارس الكرفانية ومشاكلها و مصايبها التي لم تنتهي، المدارس الطينية، عدم توفر البيئة المناسبة للتعليم، لا توجد هناك دراسة حقيقية لنسبة الطالب إلى الأستاذ. يعني عندما يدخل عندما نكون هناك تعليم مزدوج أو دوام مزدوج بين بمرحلتين أو أحيانا ثلاث مراحل، سيقصر ستكون المدرسة مقصرة مهما حاولت بإعطاء
الطالب حقه في التعلم وفي مستلزمات التعليم، فما بالك إذا كانت هذه المستلزمات غير موجودة. المناهج قديمة، المعلم يعاني من كثير من المصايب، من عندها الرواتب، من عندها اعتداء الناس عليه، لا توجد هناك حماية، قلة هيبة المعلم. يا أخي المدرس قم للمعلم، كاد المعلم أن يكون رسولا، وإحنا نجي نشوف أهالي يعتدون على المعلمين في المدارس. هذا نعم الكلام حقيقة يأتي من يأتي من الفشل بكل الشيء. التعليم الخاص أو التعليم الخاص هو إجى حقيقة أحد الحلول التي أريد منها الهروب من المسؤولية، ومن ثم أصبحت هذه المدارس الخاصة أيضا تشكل عبء على المواطن، لأن أصبح التعليم للذي لديه الفلوس يمتلك المادة يقدر يعلم ابنه، واللي ما عنده يروح لها الحالات أو يتركه يروح يشتغل. إذا احنا بالعراق حقيقة كانت المدارس الخاصة، هذا مصطلح حقيقة ما كنا نسمعه وما عايشناه أبدا. كانت المدارس الحكومية نعم في أحسن حالاتها، كان التعليم مجاني، كانت الكتب مجانية، كانت مستلزمات التعليم كلها مجانية، وكان الأستاذ له هيبة. يعني كلنا نتذكر، يعني عندما يمر الأستاذ نقف. الآن نعم هذا الكلام غير موجود، لله والاحترام. إذا التعليم الخاص الآن والمدارس الأهلية لها وعليها، ليست كلها سيئة، لأنه لو كان النظام التعليمي الحكومي صارم وكان يؤدي الغرض ما ظهرت الحاجة إلى المدارس الخاصة. إضافة إلى أنه قضية التراكمات المجتمعية للخريجين، يتخرج الخريج ويحصل على الشهادة ويذهب للعمل بغير اختصاصه، لأنه لا يوجد تعيينات للأحزاب وللفاسدين والمعرفة. نعم دكتور أصبحت نظرة المجتمع، نظرة المجتمع يقول أنت ليش ماخذ شهادة يا أخي؟ يا أخي ما هذا دكتور وهذا مهندس وهذا خريج وقاعد يشتغل حمال أو يشتغل في شنطة، من بغض النظر احتراماتي لهذه المهنة. لكن القصد أنه هناك تخريب مجتمعي أفقيا وعموديا بهذه العملية. يعني لما احنا بال 2023 وعندنا مدارس طينية وعندنا مدارس كرمانية والميزانية مالتنا ربت على 120 مليار مليار دولار طبعا. دولار، إذا شكرا. ولا يوجد هناك نعم دكتور خدمات، هذه جزء من الحالة العامة للمجتمع. من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لكم.